شركة عرب جروب معدات مزارع الدواجن علافات صاج مصري أوزان من 3 كيلو لحد 10 كيلو 10 كيلو علف. طبعا دي العلافات زي ما احنا شايفين حاجة كويسة جدا، خامة كويسة، ده بتدخل فرن طب بالمنظر ده اللي احنا شايفينه كده. طبعا دي علافة اسمها علافة أمهات زي ما احنا شايفينه بالمنظر دي بالمنظر ده، تمام. الجنب من هنا عميق شوية، فيها بومبي لجوه يعني عشان تنزل العلف. دي برضو علافة محترمة، برضو دي تقليد الأردني، تمام، زي ما احنا شايفين كده حاجة نظيفة. العلافات طبعا ده شغل المزارع، شغل برضو أهالي، كميات صغيرة زي كده يعني. ده موجودة لدى شركة عرب جروب معدات مزارع الدواجن زي ما احنا شايفين المنظر كده. دي أمهات اسمها أمهات، تمام. طبعا بنحاول قد ما نقدر ان احنا يعني شغل مصري، بس شغل نظيف يعني، مش شغل برضو معنى ان هو مصري يبقى شغل وحش او شغل عك، لا، برضو بنحاول ان الساق برضو ايه مجلفا، الارضيه نظيفه، ما بنشتغلش الشغل اللي هو ايه بقى شغل الصفيح والكلام دوت. طبعا ده العلافات اللي هي المدهونه اللي واخده داخله فرن، برضو شكلها نظيف، ساق مجلفا. العلافات موجوده لدى شركه عرب جروب معدات مزارع الدواجن. طبعا بالنسبه للاسعار، اسعار ان شاء الله كويسه جدا، اقل من اي حد باذن الله. طبعا انتوا عارفين احنا في عرب جروب بنحاول على قد ما نقدر ان احنا يعني الحاجات البسيطه ديت اللي هي مش شغلنا بنحط عليها كلام فاضي وبنطلعها بحيث ان هي توصل للمستهلك بسعر كويس. شركه عرب جروب معدات مزارع الدواجن.